يلي بيحب الكتب القديمة والجرايد القديمة، مهتم فيهم بالتراث، بيتعرف على ناس اسمهم الورائين. بعدهم كل فترة بيجيبوا له جلبة يعني من الجرايد اللي بيعتقدوا، وبصير في بقى بازار على كل قطعة وعلى كل مجموعة. هلا هي مثلا ما رح احكي فيها اليوم، ولكن لفتت نظري جريدة باللغة العثمانية والعربية اسمها سوريا، صادرة يعني هذا التاريخ تقريبا نهاية القرن التاسع عشر، يعني توقع 1899 ل 1317. رح شوف شو قصتها بعدين، مو يعني محور حديثي. اشتريتها هي ب 100 ليرة تركي، يعني أتوقع هي لا تقدر بثمن. هلا فيها الجريدة يلي ما عرفت، أو المجلة ما عرفت أساسا شو اسمها، من محتواها مبين. طبعا انا بجيبهم بحطهم بال يعني مخزن معين، وبعدين على فضاوتي بصير براجعهم. ما يعني ما معروف ايه، بس بتوقع بالخمسينيات، 55 بتوقع. هلا اهميتها، اول شيء انا شايف يعني مستوى الطباعة فيها جيد جدا نسبة ل المجلات اللي كانت تنطبع بهذيك الفترة، وفيها عرض واقع الحال في سوريا بكل المجالات. يعني هذا الحلو فيها، هون عم يحكوا انه بالربيع القادم في معرض دمشق الدولي، هون 54 هو اول على ما اذكر، اول معرض، يعني اول نسخة للمعرض. فبتوقع هي بال55، فعاملين مراجعة على كل شيء في سوريا. شوفوا هالعنوان شو مؤلم، على الغوطة وحدها 30 مليون شجرة فواكه. هذا اللي عم تسمعوا صوت تيجو، هلا راح احط لكم صورته كيف كان عم يتفرج معي. فحاطين تقريبا عن كل واقع سوريا بهذيك الفترة. هون تيجي أهميتها، راح أتأكد طبعا شو اسمها وشو، ولكن هاي مراجعة سريعة لها بالثقافة بالرياضة بكل شيء. بتوقع هي كانت يعني عيد الجلاء، لذلك حاطين هالمراجعة. يعني هون بداية إنشاء مرفأ اللاذقية، لاحظوا الصور. هذا المخطط، كما قلنا فيها مراجعة بكل شيء، حتى في مواضيع تراث، أصول الأمور، الأزياء، المرأة السورية. الآثار، استثمارات، الحركة الثقافية، الجامعة والتدريس، الفن، الصناعات القديمة، المهن اليدوية، حتى هي يعني ظرفاء من سوريا. السياحة، صور جميلة جدا ملونة، طباعتها لفتت نظري. يعني أنا عندي كثير من مجلات قديمة ما كان فيها المستوى من الطباعة، يعني على الأغلب هي حكومية معالم السياحة. أيضا نظرة على الصناعة، شركة المناسج والمغازل، الخط الحديدي الحجازي، منطقة الجزيرة. الاقتصاد السوري،
مثل ما قلت لكم يعني فاقدة غلافها الخارجي والداخلي، ولكن فيها معلومات مهمة. هلا أنا ليش عم بعمل هالتسجيل؟ لأن رح أحاول أستعرض معظم، يعني ما بعرف إذا على تسجيل واحد ولا عدة تسجيلات مضمون، والأرقام يلي وردت بهالمجلة. وعندي اليوم يعني سهرة طويلة لحتى أشوف هالجلبة يلي اشتريتها شو فيها. واضح إنه فيها كنوز لا تقدر بثمن. بوعدكم إنه عرضها تباعا على القناة وعلى صفحتي على الفيسبوك بأقرب وقت ممكن.